السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعه على الوحده الثالثه اللي هي الاحصاء، ثاني اعدادي الترم الاول. ولذلك عزيزي المشاهد يلا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، واللي يشترك في القناه وانت مش مشترك عشان خاطر نوصل بقى لل 100 الف مشترك يا صديقي، وتعمل لك الفيديو عشان خاطر بيدعمني جدا. ويلا يا باشا كوبايه الشاي بتاعتك، يلا بينا نبدأ على طول في أسئلة. اختر الإجابة الصحيحة. وأول سؤال بيقول لك المنوال للقيم دي، يعني منوال؟ يعني القيمة الأكثر تكرارا. هتلاحظ عندك بص 4 4، يبقى المنوال 4. اللي بعده الوسط الحسابي للأعداد ده، هي يعني ايه وسط؟ يعني مجموع القيم على عددها، جمع 10 زائد 12 زائد 8 على عددهم 1 2 3، يبقى 3. اجمع كده 12 و8 20 و10 يبقى 30، على الثلاثة فيها الايه؟ ال10، يبقى الوسط ايه؟ ب10. اللي بعده الوسيط للقيم ده، يعني ايه وسيط؟ يعني القيمة اللي في النص بعد ما نرتب. تعال نرتب تصاعدي او تنازلي. اصغر حاجة تصاعدي، يعني اصغر حاجة 4، بعد كده عندنا مين؟ بعد الاربعة عندنا 22 او 22، بعد كده عندنا 23، بعد كده عندنا 25، بعد كده عندنا 34، بعد كده 34 عندنا 40، بالشكل ده 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، تمام. رتبنا القيم، الوسيط هيكون اللي في النص، 4 من هنا مع ده وده مع ده، يتبقى في النص 2. عشان نجيب الوسيط هناخد الاثنين دول 23 نجمعه على 25 ونقسم على الاثنين، يديك اللي في النص 4 و20. ده هو الوسيط، تمام. الوسط الحسابي للقيم دي هو كام؟ What the meaning of وسط حسابي؟ يعني مجموع القيم على عددها. هنجمع القيم دي، يلا يا صديقي ادي الورقة الجميلة بتاعتنا اهي. جمع يا صديقي 5 ناقص س زائد 5 زائد 5 زائد س على عددهم، هما كام؟ اصحى للكلام بقى، 1 2 3، 3 قيم، ده على بعضه كده قيمة واحدة، وده كمان قيمة واحدة، يبقى 1 2 3، يبقى اقسم هنا على التلاتة. لما جمع بقى دول لاحظت ان انا عندي سالب س وموجب س يطيروا مع بعض، يتبقى 5 زائد 5 زائد 5، يعني 15 على التلاتة، فيها الكام؟ فيها الخمسة. الله. اللي بعده اذا كان الوسط الحسابي للقيم دهيت هو 6، مديك الوسط الحسابي. يعني ايه وسط حسابي؟ يعني مجموع القيم. يلا يا باشا اجمع القيم دي على بعضها، 5 زائد 7 زائد 8 زائد س على عددهم، 1 2 3 4، اقسم على 4 بيساوي كام؟ بيساوي 6. جمع يا معلم كده 5 و7 و8. طيب هو 5 و7 12 و8، يبقى 20، يبقى الكلام ده كده عبارة عن 20 زائد س على 4 بيساوي 6. لما يكون عندك معادلة وفيها كسر بالشكل ده كده، تعمل لي كسر الناحية التانية، ده كده مقام واحد، وتعمل مقص، احسب كده واحد في أي حاجة بنفسها، يعني 20 زائد س اللي هي س زائد 20 عادي جدا، بيساوي 4 في 6 24. ودي يا باشا دي الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 24 ناقص 20، يعني بتساوي كام؟ بتساوي 4. س بتساوي 4. حلوة حلوة. اللي بعده إذا كان ترتيب الوسيط، ترتيب الوسيط مش الوسيط، ترتيب الوسيط هو الرابع، يبقى عدد القيم كام؟ ثانية واحدة، 1 2 3 4، رابع واحد هو ايه؟ هو الوسيط. قبليه كام؟ قبليه 3، يبقى لازم يكون بعديه 3 زيهم، 3 هنا و3 هنا يعني 6، وعليهم الوسيط يبقى 7، بالشكل ده. اللي بعده اذا كان المنوال لمجموعة القيم دي هو 15، يعني ايه منوال؟ يعني الاكثر تكرارا. طيب بيقول لك المنوال هو 15، يعني اكتر عدد اتكرر 15، بس انا ما عنديش غير 15 واحده بس، يبقى غصب عني 5 س لازم تكون 15 عشان يبقى 15 هو المنوال. 5 س تساوي 15 او 5 س تساوي 15، يبقى س بكام؟ كام في 5 اديني 15؟ طبعا 3، س بتساوي 3. وضحت؟ وضحت. بيقول لك إذا كان المنوال نفس الفكرة لمجموعة القيم دي هو 7، هتلاحظ عندك 7 وعندك 12، يبقى غصب عنك لازم يكون ده عبارة عن
7، عشان يبقى 7 هو المنوال الاكثر تكرارا، يبقى س زائد 1 بتساوي 7. كام زائد 1 يديني 7؟ طبعا 6 زائد 1 تديك 7. حلوه حلوه. اللي بعده السؤال بيقول لك مركز المجموعه الاولى من المجموعات ده هو. تعال نشوف، 7 في اكثر، 13 في اكثر، 19 في اكثر، 25 في اكثر، عشان نجيب مركز المجموعه نجيبه ازاي؟ بدايه المجموعه زائد اخرها على الاثنين، يعني اولها 7 زائد اخرها 13 على الاثنين، طبعا دول ب20 على الاثنين فيها ال10. تمام. بيقول لك مجموعه حدها الادنى 4 وحدها الاعلى 8، يبقى مركزها كام؟ او عاوز يجيب المركز بتاع المجموعه، ها اولها زائد اخرها على الاثنين، اولها 4 اللي هو الادنى زائد اخرها اللي هو الاعلى 8 على الاثنين. 4 و8 كام؟ 12 على الاثنين فيها الستة. طيب هنا بقى بيقول لك الحد الادنى 10 والاعلى س ومركزها 15، مديك المره دي المركز وعاوز يجيب الحد الاعلى. طيب ما انا عشان خاطر اجيب المركز، المركز اللي هو 15 ده مش بيساوي اولها اللي هو الادنى كام؟ 10 زائد اخرها اللي هو طلع هنا س على الاثنين. تعرف تحل المعادله دي؟ يا سلام، اعرف ونص، ده مقامه بواحد عشان اعمل مقص واحسب بقى هنا. تعال نحسب، واحد في اي حاجه بنفسها، يبقى 10 زائد س او س زائد 10 هي بتساوي 2 في 15 بكام؟ ب 30. ودي ال 10 الناحيه الثانيه، يبقى س بتساوي 30 ناقص ال 10، يعني س بتساوي كام؟ س بتساوي 20. حلوه. اللي بعده الوسط الحسابي لخمس قيم هو 8، فإن مجموع هذه القيم بيساوي كام؟ واحدة واحدة بس، عشان إيه؟ عشان يبقى فاهمين بعض، بس عشان يكون في تفاهم في العلاقة السطحية التي نمر بها أنا وأنت يا عزيزي المشاهد. لا، إحنا علاقتنا طبعًا عميقة جدًا يا صديقي، ولا يهمك. الوسط مش بيساوي مجموع القيم على عددها، حصل. مديك الوسط بكام؟ ب8. الوسط هو 8، يبقى 8 بيساوي، ومديك خمس قيم يعني عدد القيم 5، هو عاوز المجموع بيساوي ايه؟ تعرف تحل دي؟ يا سلام. اعتبر ديت س، هنا دوت مقامه واحد، وهعمل مقص، واحد في س بس بيساوي 5 في 8 ب40، يبقى المجموع كام؟ 40. اللي بعده نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والنازل تعين على محور المجموعات. طبعا لما باجي برسم الشكل البياني بتاع الوسيط كنت بعمل كده، وهنا عندي المجموعات وفوق عندي التكرار، صح؟ دايما التكرار بيكون على المحور الرأسي. تمام؟ تمام. عندي منحنى صاعد وعندي منحنى نازل، النقطة دي عند المجموعات تحت بتعين مين؟ بتعين الوسيط. طيب اذا كانت النقطة 16 و3 هي نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والهابط، زي ما اتفقنا النقطة دي هي تحت هنا على المجموعات تديك ايه؟ الوسيط. طب وعلى المحور الرأسي تديك ترتيب الوسيط، على الرأس الترتيب وعلى الافقي الوسيط ذات نفسه، يبقى الوسيط بيساوي ايه بقى؟ الوسيط على المحور الايه؟ الافقي، والافقي اللي هو ايه؟ المسقط الايه؟ الاول، يبقى الوسيط كام؟ 16. تمام. اللي بعده بيقول لك اذا كان ترتيب الوسيط لتوزيع تكراري هو 50، يبقى مجموع التكرارات بيساوي ايه؟ في التوزيع التكراري اللي هو الجدول، يعني عشان نجيب ترتيب الوسيط كنا بنقسم المجموع على الاثنين، بيقول لك ان الترتيب طلع 50، يبقى المجموع كان بيساوي ايه؟ المجموع كان بيساوي 100، عشان لما اقسمه على الاثنين يديني الترتيب ب 50. وضحت؟ وضحت. المجموع ب 100. تمام. يلا يا صديقي اللي بعده، اسئله اكمل ما ياتي. تعال نشوف الوسيط للقيم دي هو كام؟ زي ما اتفقنا الوسيط هو القيمه اللي في النص، لكن بعد ما نرتب، تعال نرتب تصاعدي، اصغر حاجه 2، بعد كده عندك 3، بعد كده عندك 5، بعد كده 7، بعد كده 11. طيب مين اللي في النص؟
الخمسة بس اهو، مش محتاجة، عندك اتنين هنا واتنين هنا، اللي في النص خمسة. طيب المنوال الأكثر تكرارا، من أكتر واحد اتكرر؟ التلاتة. اللي بعده، إذا كان الوسط الحسابي لدول هو 18، يبقى الكاف بتساوي كام؟ تعال نحسبها يا صديقي، يلا بينا. طبعا الوسط بيساوي مجموع القيم على عددها. هجمع كل القيم دي، 18 زائد 23 زائد 29 زائد 2 كاف ناقص 1 زائد كاف على عدد القيم، 1 2 3 4، ده كده على بعضه واحد بس، بواحد 2 3 4 5، يبقى عدد 5. الكلام ده كله بيساوي 18. تعال بقى نجمع كل الكلام ده بالآلة الحاسبة كده عشان ننجز مع بعض. 18 زائد 23 زائد 29 زائد عندك سالب 1، يبقى هنا شيل ده كده، سالب 1 يساوي كام؟ 69. يبقى هنا 69، وعندك 2 كاف زائد كاف، يبقى 3 كاف على الخمسة بيساوي 18. ازاي بنحل المعادلة اللي بالشكل ده؟ نحط هنا مقام 1 ونعمل مقص 1 في اي حاجة بنفسها، يبقى 69 زائد 3 كاف بيساوي 5 في 18 بكام؟ اهو يا باشا 5 في 18 بيساوي 90. يا سلام 90. ودي يا باشا 69 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 كاف بيساوي 90 ناقص 69 اللي هي بتساوي 21. على التلاتة هنا وعلى التلاتة هنا، التلاتة تروح مع التلاتة، يتفضل الكاف بتساوي 21 على التلاتة فيها الايه؟ السبعة. وضحت؟ وضحت ان شاء الله. اللي بعده، ترتيب الوسيط لمجموعة القيم دي هو، هو خلي بالك عايز ايه؟ عايز ترتيب الوسيط مش الوسيط ذات نفسه، ترتيبه. هم دول كام؟ هم خمسة، لازم يكون الوسيط هو تالت واحد، هو الثالث، ده ترتيبه. طيب الوسط الحسابي هو أحد مقاييس النزعة المركزية. احنا خدنا مع بعض مقاييس النزعة المركزية ثلاثة، الوسط، الوسيط، المنوال. يبقى الوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية. تمام؟ تمام. إذا كان المنوال للقيم دهيات هو 8، يبقى السين بكام؟ التمانية واحدة بس، غصب عني لازم يبقى 2 سين عبارة عن 8، صح؟ يبقى 2 سين بتساوي 8، يبقى السين بكام؟ بأربعة، لأن 2 في 4 8. طيب إذا كانت نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والهابط هي دي، يبقى المجموع، مجموع تكرارات التوسيس، عاوز إيه؟ عاوز مجموع التكرارات. زي ما اتفقنا النقطة دي الأولاني هو الوسيط ذات نفسه، والتاني يديك ترتيب الوسيط، وترتيب الوسيط بيساوي المجموع على الاتنين. يبقى المجموع هضرب الترتيب في اتنين، 20 في اتنين يديك 40، مجموع تكرارات 40. الله، شغل عالي يا باشا. الوسط الحسابي للقيم دي هو نقط. يعني ايه وسط حسابي؟ يعني مجموع القيم على عددها. تعال نجمع كده، 2 ناقص ه زائد 4 زائد 5 زائد 3 زائد ه وزائد 1 على عددهم. هم كام واحد؟ هم 1 2 3 4 5، يبقى على الخمسة. تعال بقى نشوف، ملاحظ سالب ه وموجب ه هيطيروا مع بعض. جمع بقى اللي باقي، 2 و4 6 و5 11 و3 14 و1 15، 15 على الخمسة فيها الايه؟ فيها التلاتة. يا سلام. اللي بعده بيقول لك إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس والسادس، ثانية واحدة، 1 2 3 4 5 6، خامس والسادس مع بعض هما ايه؟ هما ترتيب الوسيط. قبلهم كام؟ قبلهم أربعة، لازم يكون معدهم أربعة زيهم، أربعة عليهم أربعة يبقى كام؟ 8، وكمان 2 يبقى عدد القيم 10. شفت ازاي؟ تمام. نقطة تقاطع المنحنيين المتجمع الصاعد والهابط تمثل نقط على محور المجموعات، المحور الأفقي، تمثل مين؟ الوسيط. تمام. اللي بعده، الأسئلة المقالية. أول سؤال، عاوزين نحسب
الوسط الحسابي. نحسبه ازاي؟ امسك يا باشا الورقه بتاعتنا، هنعمل جدول صغنون كده من كام خانه. نسيت، انا نسيت يا مستر الجدول بيتعمل ازاي، بس فاكر القانون. انا فاكر ان الوسط الحسابي بيساوي بالنسبه للتوزيع التكراري مج ميم في كاف على مج الكاف. يبقى انا عاوز اجيب مجموع ميم في كاف. يبقى انا لما اجي اعمل جدول هعمل اول خانه عباره عن المجموعات اللي هي دي، ومن المجموعات هجيب الميم اللي هو ايه مركز المجموعه، تمام. بعد الميم هجيب الكاف، واخيرا هجيب الميم في الكاف. ادي الجدول بتاعنا، اربع خانات، مجموعات الميم والكاف والميم في كاف، تمام. المجموعات اللي هي ايه الصف الاولاني، 5 في اكثر، 15 في اكثر، 25 في اكثر، 35 في اكثر، 45 في اكثر، وتحت خالص هحط مين؟ هحط المجموع اللي هو ايه المج، تمام. يلا باشا نحسب بقى الكلام ده كده مع بعض بيساوي كام. ادي الجدول اهو. طبعا الجداول تعمل بالمسطره والقلم الرصاص عشان خاطر شكلها يكون نظيف عن كده شويه. طيب مركز المجموعه بنحسبه ازاي؟ المجموعه اولها زائد اخرها على الاثنين، 5 و15 20 على الاثنين فيها ال10. تكتب لي كده ميم 1 بيساوي شرط الكسر 5 زائد 15 على الاثنين يعني بتساوي 10، ميم 2 بتساوي ها 15 زائد 25 على الاثنين تطلع معاك بتساوي يا باشا 20، دي كده 20. هتلاحظ ان انت كل مره بتزود 10 تكمل انت بقى 10 20 30 40 50. زي ما المجموعات بتزيد كل مرة 10 برضو المراكز هتزيد كل مرة 10. تجيب لي على الأقل في الجنب كده ايه مجموعتين، تمام. يلا الكاف، الكاف اللي هو الصف الثاني اللي هو عندك هنا 4 5 6 3 2، والمجموع كام؟ المجموع 20، ده المج كاف. يلا ميم في كاف، هضرب الميم في الكاف، 4 في 10 40، 5 في 20 بمية، 6 في 30 انزل الصفر، و3 في 6 ب 18 انزل الصفر، و3 في 4 ب 12 انزل الصفر، 2 في 5 ب 10. يا سلام، تعال بقى نجمع، 0 0 0 0 0 انزل صفر، 4 و0 ب 4 و8 12 و2 14 و0 14 4 ومعايا الواحد، 1 1 يبقى 2، 1 3 1 4 واحد خمس، يبقى 540. يبقى في الاخر كده الوسط هيساوي شرط الكسر مج ميم في كاف اللي هو طلع 540 على مج الكاف اللي هو 20، يطلع بيساوي يا صديقي 27. خد بالك برضو هنا لما يكون انت عندك توزيع تكراري ساعات بيكون عندك وحده للوسط الحسابي، يقول لك ايه توزيع تكراري يبين درجات 20 طالب وطالب من الطالب. يبقى عندك هنا الوسط الحسابي بيساوي 27 درجة. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك الجدول ده هوت يوضح التوزيع التكراري لحوافز 100 عامل، يقول لك اوجد قيمة كل من نون وكاف. الموضوع بسيط جدا، بص يا باشا النون اهي، ادي النون اهي، انت عندك هنا مجموعات هي بتزيد كل مرة نفس الحاجة 20 30 40 50، يبقى النون كام؟ النون 60، بس كده. يبقى اول حاجه عندي هنا النون بتساوي كام؟ بتساوي 60، ادي النون. طيب الكاف، الكاف اهي موجوده فين؟ في عدد العمال، وهو بيقول لك ايه يوضح التوزيع التكراري لحوافز 100 عامل، يبقى مجموع عدد العمال كام؟ 100، صح؟ طيب تعال نشوف احنا عندنا ايه، 10 و22 25 20 8، جمع كده. يلا صديقي، 10 زائد 22 زائد 25 زائد 20 زائد 8 بيساوي 85. يعني يا باشا عندك هنا 85 زائد الكاف بيساوي مجموع العمال كله كام؟ 100. ودي بقى ال 85 ناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى عندك الكاف بيساوي 100 ناقص 85 يعني بيساوي 15. بس كده أنت جبت الكاف. تعال بقى نجيب الوسط الحسابي بنفس الطريقة بتاع السؤال اللي فات، هنعمل جدول جميل من أربع خانات. أول خانة اللي هي المجموعات اللي هي عندك إيه؟ عندك يا باشا 20 في أكثر، 30 في أكثر، 40 في أكثر،
50 فأكثر، 60 فأكثر، 70 فأكثر، وفي الآخر عندك الإيه؟ المجموع. أهو يا صديقي عشان يبقى واضح معاك، أهو أدي أول خان، بعد كده عندنا الميم، بعد كده عندنا الكاف، وأخيرا عندنا الميم في الكاف بالشكل ده كده أهو. أدي الجدول بتاعنا. يلا صديقي تعال نجيب الميم. هات لي يا باشا كده ميم واحد بيساوي ها أولها زائد آخرها 30 على 2 يطلع بيساوي 25. بعد كده تجيب لي يا باشا ميم 2 بيساوي أولها زائد آخرها 30 زائد 40 على 2 يطلع بيساوي 35. هتزود كل مرة 10 زي المجموعات اللي بتزيد 10، المراكز برضو هتزيد كل مرة 10. 25 35 45 55 65 75. يا سلام الكاف اللي هو ده اول حاجه 10، بعد كده الكاف اللي طلعت بكام؟ ب 15، بعد كده عندك 22، بعد كده 25، بعد كده 20، بعد كده 8. مج الكاف كله على بعضه كام؟ 100. ده مج الكاف مجموع التكرارات. طيب مين في كاف؟ يلا نحسب 10 في 25 ب 250. طيب بعد كده 15 في 35 تساوي كام؟ 525. 25 525. بعد كده عندنا 22 في 45 بيساوي 990. بعد كده عندنا 25 في 55 بيساوي 1375. بعد كده عندنا يا باشا 20 في 65 بيساوي 1300. بعد كده عندنا 8 في 75 بيساوي 600. وتعالى نجمع بقى يا باشا 250 زائد 525 زائد 990 زائد 1375 زائد 1300 زائد 600. طلع المجموع 5040. دلوقتي بقى نقدر نجيب الوسط الحسابي بيساوي مج ميم في كاف على مج الكاف، يعني بيساوي المجموع 5040 على مج الكاف اللي هو 100، يطلع بيساوي يا صديقي 54 من 10. كده يبقى احنا حسبنا الوسط الحسابي. طيب السؤال اللي بعده عندنا بيقول لك ايه؟ توزيع تكراري يبين درجات 35 طالب من مادة الايه؟ الرياضة. عاوزين نرسم المدرج التكراري، المدرج التكراري، ومن الرسم اوجد الدرجة المنوالية. تمام، ده عشان نرسمه محتاجين يا باشا كراسة رسم البيان الجميلة بتاعتنا. اهي يا صديقي عاوزين نرسم المدرج التكراري. المدرج مش محتاج ان احنا نعمل اي جداول، هو احنا هنرسم الجدول ده على طول بشكل مباشر. هنعمل محور افقي ومحور رأسي. ادي يا باشا محور افقي اهو، ونعمل كمان محور رأسي ده كده. طيب دايما التكرار هو اللي على المحور الرأسي، وهنا طبعا هيكون عندنا المجموعات زي ما هي كده بالظبط. تكتبها عندك 2 4 6 8 10، وزود كمان ايه بعد ال 10 عندك ايه 12 14 ولا يهم. التكرار بقى احنا عاوزين نوصل لغايه ال 10 اللي هو اعلى قيمه، فممكن كل مره نزود 2، يعني 2 4 6 8 10 ونزود كمان 2 يبقى 12. تعال بقى نشوف عندنا هنا 2 و5. ال2 مع ال5، ال5 بين ال4 وال6 يبقى هنا كده. بعد كده عندك 4 و8، 4 و8 يبقى هنا كده، 6 و10 يبقى هنا كده، عندك 8 و8 يبقى 8 و8 يبقى هنا. بعد كده عندك ال10 مع الأربعة اهو هنا كده. دلوقتي بقى هنمسك المسطرة، وعند كل نقطة من ديت هننزل بخط عمودي لغاية المحور الأفقي بالشكل ده كده، ده كده، وده كمان كده، وده هيبقى كده.
بعد كده خش من هنا على اللي بعده بالشكل ده بالشكل ده، وهنا هنروح كده ونروح نازلين كده، نخش كده ونروح نازلين عليه كده كده هنا. طبعا الكلام ده يتعمل كله بالايه، بالمسطره، بس انا ايه، انا بنجز يعني. طيب دلوقتي بقى احنا عاوزين نجيب المنوال، هناخد اكبر واحد ده ونروح عاملين مقص بالشكل ده، طبعا بالمسطره تعمل كده. بعد كده ايه، هتنزل منه من نقطه التقاطع ديت لغايه تحت، هينزل بالظبط عند في النص بالظبط ما بين السته والثمانيه، يبقى المنوال بيساوي في النص بين 6 و 8 يبقى بيساوي 7. تمام؟ تمام. اللي بعد عندنا جدول ده يبين اوزان 20 طفل بالكيلو جرام، عاوزين المنحنى المتجمع الصاعد او النازل، اوجد الوسيط. خد بالك من كلمة او، يعني انا ممكن استعمل الصاعد لوحده او النازل لوحده، مش لازم ان انا ارسم الاثنين. تعرف لو قال لك الصاعد والنازل معا لازم ترسمهم هما الاثنين في رسمه واحده، ولو ممكن يحدد لك في السؤال يقول لك استعمل لي الصاعد بس، اقول لك استعمل النازل بس، زي ما يحدد لك تحل. هنا قال لك الصاعد او النازل، براحتك، عاوز تحل بالصاعد ماشي، بالنازل ماشي، بالاثنين مع بعض برضو ايه شغال. تعالى يا باشا نحلها سوا ونشوف تتحل ازاي. يلا يا صديقي، اول حاجه هنعمل الجدول التكراري، الصاعد او النازل، يعني ده او ده على حسب احنا عاوزين نرسم ايه. انا هعمل الصاعد، يعني بحس ان الصاعد اسهل شويه، مع ان هي هي يعني ما فرقتش قوي يعني. طيب يلا بينا. الجدول التكراري الصاعد بيكون عندنا خانتين، الخانه الاولانيه الحدود العليا للمجموعات، ادي اول خانه. الخانه الثانيه بيبقى التكرار المتجمع الصاعد. يا سلام، يلا يا باشا. هنا بقى هنكتب المجموعات بتاعتنا، بس قبل كل مجموعة هنكتب أقل من، يبقى أقل من 5، بعد كده أقل من 15، أقل من 25، أقل من 35، أقل من 45، وأزود كمان واحدة زيادة أقل من 55، بهذا الشكل. طيب على بقى ايه نكمل. هنا اقل من 5، في حاجه اقل من 5؟ مفيش، يبقى 0. طيب اقل من 15 3 لوحدها، اقل من 25 هزود عليها ال 4 يبقى 3 و4 7، اقل من 35 هزود 7 كمان على ال 7 تدينا 14، اقل من 45 هزود على ال 14 كمان 4 يبقى 18، واخيرا اقل من 55 هزود كمان 2 يديني المجموع اللي هو 20. ادام وصلت في الاخر للمجموع يبقى انت كده شغال في السليم. تمام كده احنا عملنا الجدول التكراري الصاعد. تعالى بقى نرسم المنحنى التكراري الصاعد على الشبكه البيانيه. يلا يا صديقي، ادي يا باشا المحور الراسي اهو بهذا الشكل، ونعمل محور افقي بالشكل ده. دايما دايما التكرار هو اللي فوق، عشان خاطر الناس اللي بتتلخبط اكتب التكرار فين والمجموعات فين. التكرار فوق وهنا هيكون المجموعات. طيب المجموعات زي ما هي كده بترتيبها، عندك 5 15 25 35 45 55 65. هنا بقى التكرار، بص انت عاوز توصل لغايه ال 20، ممكن ازود كل مره مثلا 2 اهو، 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، هو ال 20 هو اللي طلع فوق ده. تعال بقى نرسم المنحنى التكراري الصاعد، 5 مع الصفر يبقى على محور الافق بالشكل ده. بعد كده 15 و3، ادي 15 و3، 3 من بين الاثنين والاربعة يبقى هنا كده. 25 و7، 7 بعد 6 يبقى هنا كده في النص بين 6 و8. 35 و 14، 30 و 14 يبقى هنا. بعد كده عندك 45 و 18 يبقى هنا. واخيرا 55 و 20 يبقى هنا كده. نعملهم بقى بايدينا كده ونوصل النقط دي، ادي كده اهو، وانزل تحت كده، تحت كده، وانزل كده كمل، ادي المنحنى التكراري الصاعد اهو. طيب دلوقتي احنا عاوزين نجيب ترتيب الوسيط، نجيب ايه؟ ترتيب
الوسيط بيساوي المجموع على الاثنين، يعني بيساوي المجموع كام؟ 20 على الاثنين يعني بيساوي 10. ترتيب الوسيط 10، فهاجي من عند العشرة هنا واروح ماشي كده مع العشرة لغاية مخبط في ايه؟ في الايه؟ في المنحنى. ومن اول مخبط كده اروح نازل يا باشا كده بالمسطرة كده اهو عشان خاطر ما اتلخبطش، اظبطها ظبطة كده، ظبطة بنت ايه؟ بنت رزينة. واروح نازل بقى كده بالسهم على المحور الافقي بالشكل ده. مطرح مخبط هنا يا باشا اهو دوت بقى يا باشا مين؟ الوسيط. بيساوي تقريبا، عارف هو قبل النص بشويه، هو في النص ما بين 25 و35 عندي 30، هو قبلها بشويه يعني تقريبا اقول 28 او ممكن 29. فاقول كده اذا الوسيط بيساوي تقريبا 29. 29 ايه؟ وزن 20 طفل بالكيلوغرام، يبقى ايه؟ 29 كيلو جرام. بس يا معلم كده احنا جبنا الوسيط. وضحت؟ وضحت ان شاء الله. سيربرايز يا صديقي، ده كان اخر سؤال عندنا في المراجعه بتاعتنا النهارده. كده نكون خلاص خلصنا المراجعه بتاعه الوحده الثالثه. اتمنى ان مراجعتنا النهارده كانت مراجعه كافيه ووافيه على الوحده دهيت. ما تنساش بقى يا صديقي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك. وفي الختام سبحانك العلم ما علمتنا انك انت العلم الحكيم، والسلام عليكم.